يعني مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، قناة الشعب، قناة صوت لمن لا صوت له، قناة المظلومين وفضح المستور وتبيع الحقيقة. اليوم كما كتعرفوا حنا كنتواجدوا بمدينة الجديدة في اليوم عيد للشغل. كما كتشوفوا استنفار أمني لمن رجال الأمن الوطني، لمن رجال الوقاية المدنية، فهذا فخر كبير لنا، فخر كبير للناس ديال الجديدة. كما كتشوفوا أصحاب الطاكسيات أنهم هما يعني محتفلين بهذا اليوم يعني العالمي كما كتشوفوا، فهذا يعني فخر كبير وكبير وكبير كبير وكبير صراحة. يعني أصحاب الطاكسيات لا الكبرى لا الصغرى يعني كاملين يعني محطة واحدة لاحتفال باليوم العالمي للشغل. يعني حتى هما يعني ما نساوهمش لأنهم كيضربوا معنا واحد التمارة، كيضربوا معنا واحد خصوصا الطاكسيات الكبار، كيضربوا معنا واحد التمارة، كيضربوا معنا واحد جهد كبير. وتحية كبيرة الرجال الأمن الوطني بطبيعة الحال، مشكورين على هذه المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها في خلال هذا اليوم. يعني كما كتشوفوا طبيعة الحال حتى بقرب المسرح عفيفي يعني الناس محتفلة اليوم العالمي للشغل. وتحية كبيرة الرجال القوات المساعدة لمن قيادة الملحقات الإدارية على هذه المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها في خلال هذا اليوم. هذا بونجور، السلام على الجميع. كما كتشوفوا يعني نحاولوا نقطعوا الصوت على قبل الموسيقى باش انا نوريكم يعني شنو واقع هنا في بنيه جديده حاليا. يعني كما كتشوفوا استنفار أمني كبير وكبير.
سوشا رجال اعوان السلطه طبيعه الحال اللي لما طالب سمود سمود الابدي يعني كما كتشوفوا رجال الامن الوطني ورجال قوات المساعده وتحيه كبيره لرجال الامن الوطني بطبيعه الحال كما كتشوفوا وقيادة ملحقات الاداريه بمناسبه يوم عيد الشغل. تحيه رجال النظافه اللي كما كتشوفوهم. سي عبد الله تحياتي. كما كتشوفوا الناس يعني مقاتلين باش كيحيدوا الاسباب من المدينه. الدور ديال الجماعه او البلديه اللي خاصهم يديروا هذا الدور هذا ما كيديروش هما، كديروا احد الجمعيات المدينه التاليه. فهذا كما كتشوفوا واحد العمل جبار طبيعي الحال. كما كتشوفوا اصحاب الطاكسيات الكبرى في السن الكبير كما كتشوفوا حنا انتم محتفلين. شوف 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 عدد كبير من سيارات الاجره الكبيره طبيعه الحال اللي كنشكروهم على هاد المجهودات حتى هما اللي كينقلوا المواطنين فين مشاو ما تخسروش لهم يعني الخاطر ديالهم